التعريف بنبتة الصفصفة التي تعتبر إحدى الأعلاف الطبيعية المدرة للحليب كان محور يوم تحسيسي لصالح مربي الأبقار الحلوب بسدراتا في سوغهراس، وذلك بإشراف مجمع الدعم التقني لمربي الأبقار الحلوب للتعريف بمدى أهمية هذا النوع من التغذية لزيادة الإنتاج وتطوير شعبة الحليب. في إطار سياسة التشجيع الريفي وتطوير شعبة الحليب على مستوى الوطن، ارتأى مجمع الدعم التقني لمربي أبقار الحلوب ينظم هذه الحصة نظرية، وهي تعريف لاكتير لاكتير دولاريزر، وين رحنا نقدموا توجيهات الفلاحية مربي أبقار الحلوب. كل هذه المرافقة وكل إن هذه التقنيات اللي رحنا نلعبوا عليها باش نطلعوا في مستوى إنتاج مادة الحليب، ما هي تهدف إلى هدف واحد، وهو أنه نقص من لافاكتور دامبورتاسيون دو لا بودر دو لي ورفع من قيمة إنتاج المحلي. وعن هذه التجربة يتحدث بعض المربين عن النتائج الإيجابية بعد اعتمادهم على نبتة الصفصفة لتغذية أبقارهم. فيما يخص لاليزر، هي رفعت القيمة كمية الحليب حوالي الضعف. قبل جربت، كنت استعمل الألاف اليابسة، ما مدش مردود. أني ترت التجربة هذه تاع لاليزر هذه، وراهي تجربة مليحة سوا ونفعتني. الانتاج كان زي، ولا كيما كنت ندير في 100 لتر ندير في 250 300 لتر تاع حليب، راهي تمد النتيجه تمد. لتبقى التغذيه الطبيعيه للابقار احد اهم العوامل الاساسيه لتطوير شعبه الحليب واحتلال الرياده في انتاج هذه الماده.